تلوث المياه العذبة، إن تلوث المياه مصادر المياه يشكل خطرا داهما أو دائما على صحة الإنسان وعلى البيئة ككل. نوردها في الفقرات التالية. أول نوع من أنواع التلوث هو التلوث الميكروبي بمياه الصرف الصحي، يتسبب في أمراض معوية كالإسهال والمغص الحاد والتهاب الكلى وشلل الأظفار وغير ذلك. كما أن تلوث الفيروسات يتسبب أيضا في تفشي أمراض الكوليرا والزحام والديدان والبلهارسيا والإسهالات الحادة. إذن أول نوع من أنواع التلوث وهو التلوث الميكروبي، تلوث الناتج عن طريق الفيروسات، وذلك بفعل صرف المياه الصرف الصحي. مياه الصرف الصحي عندما زي ما نقول نحن جيل الأنهار أو جيل البحيرات العذبة، ولأن البحيرة وخص بذلك البحيرة أغلب بحيرات العذبة بحيرات مغلقة ما فيهاش عملية المد والجزر، ما فيهاش عملية مثلا ما هيش متداخلة على بعضها، فبالتالي تتعفن وتصير شنو عدة أمراض من ضمن تلك الأمراض اللي تصيب الإنسان، البلاريسيا والكوليا وأمراض أيضا خاصة شنو خاصة بالكلى. ننتقل إلى الشريحة التي تليها. هذه طبعا منظر يوضح صرف مجاري الصرف الصحي، وكذلك يوضح كثرة معادن الثقيلة زي الزئبق والرصاص الناتج عن نشاط الإنسان يقوم بعملية تلوث الأنهار والبحيرات، مما ينتج عنه موت العديد من الثروة السمكية والكائنات الحية المتواجدة في تلك المكان. رقم 2، تلوث المياه بسموم معادن ثقيلة تسبب في موت الأسماك كما سبق شرحنا الآن، وانتقال أثار تلك السموم إلى الإنسان عن طريق سلسلة الغذاء فتصيبه بالأمراض العصبية الحادة. رقم 3، تلوث المياه بعناصر مشعة يتسبب في إصابة الإنسان بأمراض وراثية وتشوهات خلقية. العناصر المشعة المقصود بها هنا أيضا العناصر المشعة، وهي العناصر جراء الأنشطة البشرية، ونخص بالذكر الأنشطة النووية، تخصيب اليورانيوم وغير ذلك. هذه جراء الأنشطة هذه كل الناتجة من جراء النشاط الإنساني يؤثر أيضا على شنو على صحة الإنسان وتصيبه بالتشوهات وكذلك الأجنة وغير ذلك. رقم 4، تلوث المياه بالطمي جراء الانجراف يتسبب في عكورتها ونقص نفاذتها للأشعة الشمسية، مما يضاعف إمكانية حياة الحيوانات والنباتات الطافية. هنا مقصود بالطمي وهو نحن نقوله شنو بمصطلح بتاعنا نقول الطين، يعني بعمل جراء الانجراف انجراف التربة، وهذا خذيناه يعني هنا حلقات متسلسلات ببعضهم، كل حلقة تنتج عنها حلقة أخرى أسوأ. القطع الأشجار ينتج عنها تعرية التربة ينتج عنها انجراف التربة جيني في أما في البحار أو المحيطات أو الأنهار، تسبب في شنو في عتامة المياه، فبالتالي ضوء الشمس لا يصل إلى شنو الكائنات الحية، ومن أهمها هي الطحالب وغير ذلك، فبالتالي يا أما تموت يا أما شنو تتعفن في تلك البيئة وتسبب لي أيضا أمراض. كما سبق أن ذكرنا هذه الأمراض نتيجة شنو؟ نتيجة لأسباب متراكمة، كل سبب يجي أسوأ من سبب مما يتسبب في المشاكل الذي نحن في صددها الآن، بيئة المياه المائية.